ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، ف
فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصية التانية اللي هي دور التمثيل، لكن مثلا انت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحدة واحدة بقى الفيديوهات الجاية، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناة دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيرة تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني
كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا
احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الاكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت.
انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص.
هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده.
ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام،
وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، واشرح يعني او هبين
الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه. يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما
ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناة دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا بننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيرة تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا جابها قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا جابها قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا بننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل، لكن بسنت ورا الكاميرا جابها قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصلك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل
عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل احنا ننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل احنا ننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل احنا ننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسنت. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هننزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل احنا ننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام،
وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسند وتحب بسند تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسند عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسند ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسند وتحب بسند تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسند عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسند ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسند وتحب بسند تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسند عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسند ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضه، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، وان انا بعمل فيديو كده وخلاص، لا احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل، يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسند وتحب بسند تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده، والناس اللي ما بتحبش بسند عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه الثانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسند ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين
الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني انا هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انتوا بتشوفوه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في ناس كتيره تقول لي عاوزين نشوف الكواليس بتاعت الفيديوهات بتاعتك انت وبسنت. انا هعمل لكم كواليس لكل الفيديوهات اللي بعملها انا وبسنت، وهشرح يعني او هبين الفيديوهات بالفيديوهات برضو، يعني هجيب لكم فيديوهات بيوريكم اللي احنا بنعمله اصلا قبل التصوير. طبعا الناس مفكره الحوار سهل خالص وعادي، واللي انا بعمل فيديو كده وخلاص. لا، احنا بنتعب فيه جدا جدا، بنتعب فيه في الرياكشن اللي انت بتشوفه في الاخر، ومونتاجه وطريقه تصويره وطريقه الكلام، وده كله طبعا تمثيل. يعني احنا ما بنطلعش نقول حاجه غلط، اللي احنا بنعمله ده كله تمثيل، بنحاول نبين موهبه مين بسند. يعني كل الهدف من الفيديوهات سواء قصف او فيديوهات طفوله صغيره، كل ده بنحاول نبين لكم اللي هي بتقدر تمثل الدور صح، بتقدر تطلع يعني متقمصه شخصيه انتوا اصلا مستغربين ازاي طفله بتعمل كده. ده تمثيل عشان الناس اللي بتتابع بسنت وتحب بسنت تفهم اللي ده تمثيل، وطبعا هي فاهمين كده. والناس اللي ما بتحبش بسنت عشان هم مش فاهمين اللي هي بتمثل، فهي قدرت تقنع الناس اللي هي بالشخصيه التانيه اللي هي دور التمثيل. لكن بسنت ورا الكاميرا غير اللي هي قدام الكاميرا خالص. هنزل لكم بقى ايه واحده واحده بقى الفيديوهات الجايه، بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس في القناه دي عشان يوصل لك كل جديد، واستنوا كل اللي احنا هننزله.